السلام عليكم. هسه راح نبلش بشرح مادة الستيل ديزاين، وراح نبلش بشرح المادة، وراح نحكي المادة عن نتكلم وشو المادة أهميتها وهكذا. أول إشي بدنا نحكي عن الستيل. عندي الستيل له أنواع، عندي الستيل والستركتشرال ستيل. ستركتشرال ستيل، أنا المادة هاي بدي اتعلم اعمل ديزاين هذا الستيل. طيب في عندي انواع الاستراكشر ستيل هذا، انا مش هدخل بالتفاصيل هاي الخصائص وكذا لانها مش كثير مهمه، بدي اعطيك الصافي اللي بيلزمك بالحل مشان ندخل الشباتر الجاي. يعني هذا الفيديو هو عباره عن انترودكشن، راح يكون بس الستيل عباره عن ايش، شو هو الستيل بشكل عام، شو انا بدي شو بدي اخذ منه. هسا احنا بنعرف انه بالار سي ناخذ نصمم بيم من خرسانة مسلحة من ار سي، تمام؟ يعني بيم فيه جواته ستيل هو الرودز، يعني الستيل بار بشكل عام، او ومعاه خرسانة كونكريت. هسه بهاي المادة احنا راح نتعلم نصمم الكولوم والبيم بس من ستيل، يعني من ستراكشرال ستيل. في عندي ستيل ستراكشرال ستيل حكينا، وفي الثاني هو الريني فورسينج بار، هذا برضو ستيل اللي هو يكون على شكل قضبان. طبعا احنا نحكي عن خصائص الستيل، بنعرف انه هو مثلا بتعرض للسطأ، هذا شيء سلبي، بضعف مع النار، يعني بتحطه بالنار بضعف، ممكن يحدث له فتيك انه نتيجه تعرضه لللود وهاي يفشل. له خصائص برضو مفيده مثل قوة تحمله، خفيف الوزن، سهل الاستعمال، بقدر أشكله، مش هيك بسموه build up section، إني أنا بقدر أشكله، بقدر أشكله. طيب هذا الإشي اللي بنعرفه بالستيل، اللي بدنا نعرفه بالستيل. هسا بنعرف في شيء اسمه rolled section. rolled section هذول rolled section مش معنى إنه هو متدحرج يعني مدور، لا، هو إنه المصنع بصهر الحديد وبحطه بقالب فبيطلع عندي قالب جاهز. طيب شو بدي اعرف، شو بدي هاي الرول سكشن لها انواع. في عندي انا تي سكشن، في عندي الاي، في عندي الاي سكشن، في عندي سي سكشن، في عندي الليك section. عندي كثير من المصطلحات، في عندي tube section. طيب هذول شو هم، كيف اشكالهم، شو هم؟ بكل بساطه بقول لك T section هو عباره عن بيكون شكله هيك T، حرف T. ال I section حرف ال I. السي سكشن مثل الحرف السي. حرف السي. الليك سكشن بيكون حرف ال، يعني ال من الليك. والتيوب سكشن بيكون مثلا هيك مدور مثقب، او مثلا مربع زي هيك، زي هيك هكذا. انواع سكشن. طيب هسه الاي سكشن، هسه من اهم الاشياء اللي بدي اعرفها. الاي سكشن في منه بيكون عريض وفي منه عادي. العريض بسموه دبليو سكشن، والعادي اللي بيجي نفسه بس اصغر بسموه اس سكشن. في شغله كمان سكشن بسموه دبليو تي، اللي هو يعني نصف الاي، يعني الاي هاي لو اقسمها بالنص نصها بيعطيني ايش، تي. هاي المصطلحات بدي اعرفها. W section يعني I، S section نفس الشيء I بس أصغر، WT هي هاي، هذا L section بسموه، وهذا C section أو channel section. طيب هاي الشغلات أنا بدي أعرفها. هسا في شغلات بدي، هاي خصائص المقاطع هاي أنا راح أجيبها من إشي اسمه manual. المانيوال بتلاقوا رابطه بكل مكان على النت وكذا، بيكون هذا المانيوال نسخة 14 طبعا، لأنه كتابنا نسخة 5 فالمانيوال نسخة 14. المانيوال فيه كل الجداول اللي ممكن احتاجها. كيف يعني؟ لاحظ هون W shape اللي هو شكل ال W، لو قلنا هو حرف ال I، بلاقي كل خصائص حرف ال I. يعني
هذا مساحته كذا، الثيكنس للجوب كذا، الثيكنس للفلانج كذا، وعرض الفلانج كذا، والمومنت اوف انيرشيا لها، والسكشن مودولس، بنلاقي الراديوس اوف جيريشن، بنلاقي الانيرشيا حسب المحاور، بنلاقي كل شيء، بنلاقي اكس بار واي بار، كل سوالف هاي. طيب انا بدي اعلمك اياه انه لو اجاني سكشن زي هيك دبليو مثلا 12 ضرب 54، طيب دبليو 12 54، طب انا شو بدي اعرف من هاي؟ كل بساطه بحكي لك انه هاي هي الدب، وبشكل تقريبي مش حقيقي، يعني هي مش 12، ممكن تكون 12.1، ممكن 11.9 وهكذا، وهاي هي الوزن لكل فيت مربع، تمام؟ او لكل فيت، مش متاكد بالضبط، لكل فيت او فيت مربع، هي الوزن لكل فيت مش فيت مربع، تمام؟ الوزن لكل فيت. طيب فانا شو مطلوب مني؟ كيف يعني؟ يعني اي هذا دبليو، دبليو قلنا هو اي، تمام؟ بعدين يعني هاي معناها 12 او قريب 12، ووزنه هذا بيكون 54 باوند لكل فيت. طيب شو اللي بدي اوصله انا؟ اللي بدي اوصله انه كيف، شو بدي استفيد من هذا؟ هذا لما تفوت على المانيوال بدك تروح تدور على 12 ب 54 مثلا، طبعا هم السكاشن محددين يعني، يعني هاي 12 54 يمكن مش بتلاقيهاش، فهي مش راح تيجي بالامتحان، بس 12 54 مش موجودة، على فرض انه السكشن 53، على فرض انه 53، تمام 53 جرب زي هيك، هاي دبليو 12 ضرب 53، هاي الاريا اللي هي اريا جروس، تمام؟ هاي اريا جروس، الاريا جروس للسكشن، مساحة السكشن هي 17، هي 15.6، الدبث لها 12.1، حكينا انه هي قريب ل 12، تمام؟ الثيكنس للويب بنعرف انه هاي اسمها ويب، الثيكنس لها 0.345، والثيكنس والبي فلانج اللي هي هاي، هاي بي فلانج عبارة عن 10، وبنعرف كمان الثيكنس الفلانج اللي هي هاي وهاي، كل ثيكنس وحده منهم 0.575. انا هذا اللي بدي اعرفه من لما اروح من المانيول، قال لي دبليو يعني هيك، لما يقول لي ال سكشن ال مثلا 5 كروس 4 كروس نص، يعني يكون عندي زي هيك، عندي معناها الطول الطويله فرضنا هاي الطويله هي 5 وهاي 4 على فرض هي القصيره، حسب شو هي لها، يعني ممكن تكون هاي 5 و4 حسب الطول، والنص اللي هي الثيكنس، والثيكنس متساوي للطول اكس، تمام؟ الثيكنس متساوي للطول اكس، هاي نعرفها. فالال سكشن له خصائص معينه برضه بجيبها من المانيوال، فهذا انا هدفي من المانيوال، هذا هيك بكون فعليا اول شابتر. اول شابتر يعني هو بس انترودكشن، بس كيف بدي اعلمك كيف انه تحط انواع السكاشن، الدبليو كيف تجيب خصائصه من المانيوال مثلا، تمشي زي هيك، ام سكشن، ام سكشن بيجي زي هيك، ام شيبس، اس شيب اللي هو نفس الدبليو بس اصغر، لاحظ اتش بي سكشن يعني هو اي مقلوبه، هو اي مقلوبه، سي سكشن هاي هون، هاي كل الخصائص، كل شيء بدك اياه بتلاقيه في عند الانجل اللي هو ال، هيو ال 8 ب 8 ب 1 على 8، يعني انه الطول الاولى 8 والثاني 8 والثيكنس 1 زائد 1 على 8، الاريا له كذا، الاكس بار له كذا، وهكذا الخصائص اللي بحتاجها، تمام. طيب بدنا ننتقل على شابتر 2 على السريع، طبعا شابتر 1 اللي هي خصائص الستيل وهيك ما لناش فيها، الشابتر 2 بحكينا عن اللودز، الاحمال، انواع اللودز، ديد لود، لينف لود وهكذا. بدي تتعلم، بدي اعلمك شغله بشابتر 2، اهم شيء بتعلم فيها بشابتر 2 انواع الديزاين، انواع الديزاين، طريقه الديزاين اللي بنستعملها هون هي عباره عن ال ار اف دي، طريقه الهاي اللي هي لود اند ريزيستنت فاكتور ديزاين، يعني اني انا فعليا بضرب اللود بفاكتور مشان السيفتي. فهسه شو اللي بدي اياك تعرفه؟ انه انا لما اصمم على الديزاين بصمم حالتين، حاله اسمها راكتر اللي حاله الكسر، وعندي حاله اسمها ييلدينج، حاله اسمها ييلدينج. فالييلدينج بيقول لي انه الفاي ار ان اللي هي اللود بشكل عام، فاي ار ان
بقول لك هي بتساوي فاي تي اللي هي بوينت 9 مضروبة في الاريا جروس مضروبة في الاف واي. اما الرابتر الفاي ار ان ايش اللي بتصمم عليه يعني اللود يعني فاي بي ان وهكذا هي عبارة عن بوينت 75 في اريا افكتيف ضرب اف يو. تمام هاي اف يو هاي اف واي هاي حالة الليدنج يعني لو تشوه وهاي الاف يو. تمام هسا شو الاريا افكتيف شو الاريا جروس؟ الاريا جروس هاي اللي بتجيبها من المانيوال او انه اريا للسكشن. لو عندي صفيحه زي هيك حكى لي هاي ابعادها نص ضرب 10 فانا بعرف انه الاريا جروس تساوي نص ب 10 يعني حتى لو حكى لي فيها براغي زي هيك الاريا جروس نص ب 10 الاريا جروس يعني المساحه هاي مساحه هاي لجوا طبعا زي هيك المقصود انه مساحه سكشن ما في ثقوب. طيب في عندي الاريا افكتيف هي بتساوي اليو في اريا نت في اريا نت. الاريا نت ايش هي؟ هي عباره عن الاريا جروس ناقص مساحه البراغي. تمام هسه هي نجيها بشابتر 3 طبعا بالتفصيل واليو هي هو ثابت من طلع برضه بشابتر 3. اهم شيء بدنا نعرفه انه هاي القوانين الديزاين على الليدنج هي كذا والديزاين على الرابتر كذا. انتبه هون اف واي انتبه هون اف يو. طيب هذا كشابتر 2 انواع الديزاين. طبعا انا ما اخذت التفاصيل الديزاين اللي هي انه ليش انا هاي عملت هيك هاي ليش هيك. انا بدي اياك انا هاي عامل فيديوهات بس عشان تعرف كيف تحل. تمام بس كيف تعرف تحل لو بدي اياك افهمك مزبوط هذا شو اسمه حكي ثاني فيديوهات ثانيه لو بالمستقبل يعني. بس هسه احنا بالوضع الحالي خلينا نعرف كيف نحل. تمام نروح على اللود. اللودز بشكل عام في عندي انواع للودز طبعا المواصفات اللي هي من المانيوال وكذا. اللودز اللي هي ديد سنو مثلا اللي هي انفايرمنتال لود يعني ليف انفايرمنتال بشكل عام الميثود اوف ديزاين حكيناها اللي هي الرابتر واليلدنج والال ار اف دي والاي اس دي. الاي اس دي ما بنحتاجها نحتاج الال ار اف دي وهكذا. انواع اللود بدنا نتعلم احنا اللود كومبينيشن. اللود كومبينيشن اللي هي اللود اللي بتعطيني اللود التيميت هاي كل انواع اللودات والجداول اللي بدي احتاجها وهكذا. طيب بحكي لك هون انواع اللود لما انا بدي اصمم على اللود على الدبليو التيميت W Ultimate يعني أو بشكل عام اللود الألتيميت في عندي أنا سبع معادلات. تمام سبع معادلات بحكي لك هون اللود الألتيميت بيكون 1.4 في الديد. متى هذا الحكي؟ يعني أنا أعطاني ديد لود بيساوي 50 بقول لك اللود بيساوي 1.4 في الديد إذا أعطاني بس بالسؤال ديد لود. أعطاني معاه ليف لود أعطاني شيء ثاني ما بستعمل هالمعادلة أو ما بحتاجها أصلا. تمام روح المعادلة الثانية 1.8 زائد 1.6 في الليف زائد نص في اللود الروف او السنو او الرين يعني حسب هو بحكي لي. في عندك لود بيعطيني هاي كام السلو روف رين. تمام وليف وديد بستعمل هاي المعادله. اذا اعطاني المعادله الثالثه اعطاني فيها ويند لود واعطاني شيء اسمه الستار. اسمع منكم شو الستار اللي هي ليف لود بس لها شروط معينه. شو بعمل؟ بستعمل المعادله الثالثه وهكذا. الرابعة نفس الاشي. الخامسة إذا في environmental load وفي snow load يعني المهم في عندي سبع معادلات بطبق عليهم السبعة بشوف أعلى load وباخذه. طيب في بلاحظ أن المعادلة الثالثة والرابعة والخامسة في عندي اشي اسمه الستار. الستار هو يحكي لي load load combination 3 4 5 هو قيمته واحد يعني أنا بضرب الستار بواحد يعني الستار معي 50 فبضرب بواحد. قال لي for a floor in places for public assembly يعني اماكن عامه. بيقول لي للليف لود مقدارها 100 اللي بتتجاوز ال 100 والباركينج هاي شو مالها؟ بكون واحد. تمام؟ بكون واحد. اما اذا اقل من هيك بكون نص، يعني اذا الليف لود مقداره 80 بضرب بنص. تمام؟ هاي الفكره، يعني اكبر من 100 بضرب بنص، اقل من 100 بخليه بضربه بواحد. عم نشوف مثال نشوف انه انت الليف لود هون ضرب بنص لانه الليف لود يعطيني اياه كم 80. لما اعطاني الليف لود 80 الليف لود اقل من 100 فبضرب بنص. لما اكبر من 100 بضل واحد.
أكبر من 100 بضل واحد، تمام؟ أقل من 100 بضرب بنص. ليف أقل من 100 بضرب بنص، تمام؟ إذا أقل من 100 بضرب بنص. نيجي للمثال هذا، قال لي interior floor system shown in the figure، قال لي بيحتوي على بيمات من نوع W24 ب 55 spaced in 8 feet on the center supporting floor dead load 50 with load 80. أوجد اللود بشكل عام. طيب لاحظ انه هذا اللود PSF يعني bond على square feet يعني على feet مربع. هو بيقول لي اوجد الباند لفيت، يعني انا بدي اضرب بمساحه، فانا هاي فعليا الدبليو جاي على المساحه كامله، بس انا لما بدي احل بدي اوجد على سكشن معين، سكشن معين عرضه 1 متر او 1 فيت يعني اذا بالفيت، ومساحته اللي هي المسافه من سنتر لسنتر بين البيمين، فاذا هذا البيم مسافه بينهم 8 فنصها من هون 4 ونصها من هون 4، فالسكشن كامل كم فعليا 8، فانا بدي احط اشوف اللود اللي عندي على البيم هذا، اللود اللي على البيم هذا قديش مقداره، فانا اللود هذا بضربه بالمساحه وبشوف شو بصير معي، تمام؟ شو مساحه السكشن هذا؟ هي عباره عن 1 في 8، انا بصمم على هذا السكشن، هذا زي كانه بيم زي هيك، تمام؟ بيم زي هيك، كم اللود عليه؟ اللي هو اللود يو، اللود يو كيف بطلعه بالسبع حالات وباخذ الاعلى. ايش مقدار اللود اللي هون بيكون فعليا؟ هو الليف مضروب بالمساحه بالاريا، الديد مضروب بالمساحه، وكله مضروب بالمساحه. طيب يلا تعال معي. حكى لي الديد لود 50. طيب الديد لود هو بيكون ناتج من وزن البيم زائد وزن الشيء اللي جاي عليه، تمام؟ جاي عليه 50 صح؟ 50 ب 8 اللي هي الاريا ديد لود 50 ب 8. طيب هذا ديد ناتج من مين؟ من السلاب، من السلاب شغلات الستركتشر 1 او كونستركشن. الديد من البيم كم بدها تساوي؟ 55. طيب ليش؟ احنا حكينا انه هاي 55، طيب معناته الديد الكلي بده يكون 55 زائد 50 ب 8. ليش؟ لانه بكل بساطه ليش انا طيب ضربت ب 8؟ ليش ما حكيت 55 زائد 50؟ انتبه على الوحدات، هاي باوند لكل فيت مربع، هاي قصدي هاي باوند لكل فيت، يعني انا هاي فعليا بدي اضربها بالضلع، كم الضلع؟ اللي هو الضلع 8، الضلع 8. ف هاي ب 8 بضربها والليف بضربه ب 8، يلا نيجي مع بعض. طبعا لاحظ انه هيها معطيني انه دبليو سكشن، هاي دبليو سكشن، هاي البيمات، هاي البيمات، بيمات وهيك، القلم خربان والله، هاي البيمات وبمشي. فمباشره بطبق الحالات السبعه، لاحظ انه ضرب بنص لانه ضربت بنص لانه الليف لود اقل من 100، اقل من 100 بضرب بنص. فطبق السبع حالات طلع اعلى لود هو 1570، ف 1570 هو اللي بدي اصمم عليه. يعني في عندي مثال ثاني بقول لي الروف سيستم هو دبليو 16 ب 40 والمسافه بينهم 9، يعني خلص الاريا 9 ب 1 لانه السكشن باخذه دائما 1. قال لي از يوز تو سبورت ديد لود 40، وفي عندي ديد لود 40 وروف ليف وسنو ورين، هاي اللي هي اسمها ال ار اور اس اور ار، هذول كلياتهم مقداره 30 والويند لود مقداره زائد او سالب 30 32، كل اوجد اليو. طيب لاحظ قبل كل شيء ما فيش ليف لود هون، الليف لود زيرو، تمام؟ الليف لود زيرو. هسا شو اللي بصير عندي؟ بدي اشرح لك الويند، الويند هو زائد او ناقص. طيب متى بحط موجب ومتى بحط ناقص؟ بكل بساطه اذا الرياح عملت لي رياكشن، يعني عندي فريم زي هيك، تمام؟ عندي فريم زي هيك عملت لي رياكشن، عملت لي زي هيك، هيك الرياح، فهاي
راح تعمل لي رياكشن، راح تعمل لي رياكشن سفلي من هون مثلا وعلوي من هون، هيك راح تعمل لي رياكشن لو خليت الستركتر. فبحكي لي انه هذا البيم راح يصير له شفت لفوق، البيم اللي فوق للفريم يصير له شفت لفوق. فهسه لما يصير لي شفت هذول عكس الجاذبيه، هسه اللودات كيف؟ اللودات زي هيك صح، الديد لود الليف لود وهكذا، وهو صار لي شفت لفوق فانا بعوض الوينت سالب. اما اذا بحاله معينه صارت صاروا لتحت بجمع الليف الوينت لود. تمام، الديد لود حكينا وزن البيم 40 زائد 9 في 40، ليش 40 اللي هي وزن الديد لود. الليف لود 0، الليف اور سنو هاي 9 في 30 والويند لود كذا. هسه لما اعوض بالسبع المعادلات لاحظ انه مره بعوض موجب ومره بعوض سالب، عادي يعني بعوضهم الثنتين لانه هو ما حدد لي كيف الاتجاه. هي قال لي اذا شفت او سحب وهيك، فعوضهم وعلى قيمه طلعت هاي اللي هي المعادله الثالثه. طيب هذا كل شيء بحتاجه فعليا من شابتر 2. بتمنى المقدمه كانت بسيطه. شابتر 2 1 هي انترودكشن، كانت الماده عن شو بتحكي، انواع السكاشن كيف نجيبها، الشغلات اللي من المانيوال شرحنا المانيوال، شرحنا صراحه بشرح بسيط، بس ان شاء الله شابتر 3 والباقي راح يكون بشكل مفصل، لانه شابتر 1 هو بس بحكي لي عن مقدمه شو انواع الستيل وهيك، انواع الستيل وهيك. يعطيكم الف عافيه ان شاء الله، وان شاء الله نلتقي بفيديوهات اخرى.